إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من سوق القريعة، وبالضبط المكان المسمى بالبلوك. فهذا تماس كهربائي تسبب يعني في حريق إحدى المحلات، تواجد السلطة المحلية وكذلك الوقاية المدنية. لقينا اتصال من عند تجار ديال سوق القريعة اللي كينبهوا بأن لا قدر الله تقدر توقع الكارثة في يوم من الأيام، ولو أن الكارثة وقعت لصاحب هذا المحل اللي عنده خسائر ماديه ولو ماشي بالغه، ولكن قدر الله وما شاء فعل كانت تقدر تكون خسائر بالغه بالجمله لجميع المحلات التجاريه. فهنا كنناشدوا الى المسؤولين وكذلك الشركه المكلفه بالماء والكهرباء اللي هي شركه تيديك، انها تقوم بالواجب من اجل عدم حدوث حريق في مستقبل الايام. محل واحد فيه بزاف، مكانة مجموعين فيها بزاف. دابا نتوما ديما فين ما كتشعلها فيها سبب الضوء، يعني بحال هي بحال هنا بحال البلوط بحال القريعة. أم المحل كيف قلت مشاهدي قناة شوف تيفي بأن الحمد لله الأمور على ما يرام، ما كاينش خسائر كثيرة، ولكن كان يقدر يمكن تكون خسائر كثيرة وتقدر تكون كذلك خسائر في الأرواح. فالحمد لله بأن ما كاينش خسارة كبيرة، ولكن ما نتمناوش لأن خاص يتم فك هذا المشكل اللي هو دائما كاين هنا في السوق القريعة. فغادي نوصلوا لنهايه هذا المباشر، نتمنى خير ان شاء الله، تبارك الله لكم ونهاركم مبارك.